رحلة الحصول على ابتسامة مثالية ما بتنتهي عند تركيب الفينير، بتبدأ بعد تركيب الفينير. لازم مراجعة دورية عند الطبيب كل 3 شهور، التنظيف الدوري والاهتمام بالتنظيف في المنزل باستخدام الخيط المائي والفرشاي والمعجون المناسب. معكم الدكتورة رنا فرح من عيادات انفيلد رويال، تفضلوا لعنا لتحصلوا على استشارة للحصول على ابتسامة مثالية.